ده بالايطالي، فالباناكوتا دي وصفه حاجه حلوه ايطالي بيبقى فيها كريمه كتير. الوصفه دي هتبتدي بان احنا هناخد 3 معالق كبار، اشوف كده هم كده مظبوطين، اوكي، نحطهم على معلقتين صغيرين، ده عصير رمان، 3 معالق كبار عصير رمان، هنحطهم على معلقتين جيلاتين صغيرين ونسيبه شويه يدخل في بعضه كده. الجيلاتين البودره ده ملوش نكهه ملوش اي حاجه، هو بس ايه، عصير رمان، الحاجات دي المقادير بتاعه الحلويات للاسف بتبقى بالعيار، مش زي الطبيخ العادي، ده 2 بالظبط. احطهم مع كوبايه سكر ناعم اهي، اوكي. مطلوب اني اعمل ايه؟ مطلوب اني اسيبهم مع بعض يقصروا لغايه ما يبقوا النص، يعني كوبايتين وكوبايه السكر الاقيهم نزلوا النص بالظبط، هيتحولوا لقد كوبايه وربع، لما هعايرهم في الاخر هلاقيهم بقوا كوبايه وربع. احنا كنا سايبين ده علشان يقصر، فادي اهو قصر، المفروض يوصل كوبايه وشويه، هو فعلا اهو مظبوط. المفروض ده نحاول على قد ما نقدر نبرده، انتوا هتدوا له وقت انه يبرد، انا بس هحاول بسرعه كده ادخله شويه هواء يعني ابرده، وفي نفس الوقت ايه، هنحط عليه عصير برتقال، هنحط عليه ايه تاني، هنحط عليه لبن رايب وكريمه. المفروض الكريمه بتنزل على حاجه ساقعه، فانا خوفا من ان هو لسه او يعني حاجه برد على الاقل، ما الكريمه ما بتنزلش على حاجه سخنه ما يفضلش يعني، فهبتدي باللبن الرايب خوفا من ان هو يكون لسه مش مستعد للكريمه. اهو نجيب كل المقدار، اوكي. ايه تاني بقى بعد اللبن الرايب كده؟ انا مطمنه للحراره، حلو بقيسها اهو، يلا نديله كريمه، خليني برضو اخد كل الكريمه، دايما بتمسك كده، نصبه ونسيبه يسقع، هياخد على الاقل 5 ساعات في التلاجة علشان يجمد، يجمد يبقى قوامه اشبه بقوام ما بين الكريم كراميل.